أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أن تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. فلولا صادقين.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وتصلية جحيم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.